اكيد لازم زميلنا فاروق صلاح من مراسلنا في فندق الاقامه، اكيد لازم هنخرج ليه سريعا ويكون معانا زميلنا فاروق صلاح. مساء الخير، مساء النصر، مساء ان شاء الله كل حاجه كويسه لكل جمهور النادي الاهلي. كل التحيه ليك يا كابتن خالد، وكل التحيه لكل مشاهدينا ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. ان شاء الله مساء النصر، مساء الانتصار، مساء ان شاء الله يكون القاهره النهارده او مصر ان شاء الله باللون الاحمر، وهو فوز للنادي الاهلي ان شاء الله على نادي الزمالك في كاس السوبر الافريقي. يعني انا عايز اخد من كلامك يا كابتن خالد، واضح ان انت كنت قريب جدا من فريق النادي الاهلي اللاعبين او الجهاز الفني، سواء الكابتن طارق محروس او الكابتن ياسر الرملي. اتكلمت في نقاط مهمه جدا، الثقه اللي عند اللاعبين، الجديه، الالتزام، التركيز، كلها شعار لاعيبه النادي الاهلي في الاجل من اجل استعداد لهذا اللقاء. والشيء اللي انا لمسته ايضا يا كابتن خالد، التكريم الاخير للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، وسرعه التكريم، ان انا يعني قرار بسرعه تكريم الفريق عقب الفوز بكاس الكؤوس الافريقيه على فريق وداد سماره المغربي، كان ليه تاثير كبير جدا ولقى استحسان عند اللاعبين وادى دفعه معنويه قويه. عايز اكلمك على تفاصيل خاصه بالفريق استعدادا لهذا اللقاء. ان شاء الله يوم يكون سعيد يا رب على كل جماهير النادي الاهلي، على لعيبه النادي الاهلي، على كل من ينتمي لمنظومه النادي الاهلي. طبعا الفريق كان دخل في معسكر منذ يوم الثلاثاء الماضي عقب التدريب الاخير على صاله النادي الاهلي، دخل الفريق لمعسكر مغلق في احد الفنادق القريبه من صاله الدكتور حسن مصطفى بمدينه السادس من اكتوبر. ادى الفريق تدريبين على يوم الاربعاء ويوم الخميس على صاله الدكتور حسن مصطفى. الكابتن طارق محروس والدور الفني اللي بيقوموا مع اللاعبين والدوافع النفسيه، انت عارف يا كابتن خالد وانت كنت واحد من نجوم النادي الاهلي، عارف يعني تجديد الدوافع بعد ما بطلع من بطوله واجدد الدوافع اللاعبين واشتغل على الدوافع النفسيه. كابتن طارق محروس بيشتغل على هذا الامر يعني بصوره اكثر من رائعه، محاضرات فنيه جدا مهمه جدا مع اللاعبين، تصحيح الاخطاء، بيتكلم في كل كبيره وصغيره. عايز اقول لك الروح اللي انا شايفها مع اللاعبين، شايف يعني ثقه من اللاعبين، خاصه يا كابتن خالد زي ما حضرتك عارف ان فريق النادي الاهلي يعني بيضم ثلاث اجيال ما بين يعني اللاعبين، لعيبه الخبره واللعيبه الشباب واللعيبه الصاعدين، عاملين قوام مميز جدا لفريق النادي الاهلي. النهارده بقى تفاصيل اليوم، لعيبه النادي الاهلي كانوا تناولوا وجبه الافطار في تمام الساعه 11 صباحا، وجبه الغداء كانت في تمام الساعه 3:30. في هذه الاثناء طبعا بيبدا نزول لاعبي النادي الاهلي لاستقلال حافله النادي الاهلي والتوجه الى صاله الدكتور حسن مصطفى اللي بتبعد عن يعني مقر اقامه فريق النادي الاهلي ب من 15 ل 20 دقيقه. زي ما قلنا دور كبير جدا بقى، عايز اتكلم على الجانب الاداري، سواء الكابتن ياسر الرملي، الكابتن هاني، الكابتن محمد ابو زيد، وتنسيق كافه الامور لفريق النادي الاهلي. ده دايما اللي احنا يعني دايما عهدنا بفريق النادي الاهلي يا كابتن خالد، انت عارف الامور الاداريه دي بيتم التنسيق فيها. من الامور المهمه، انت عارف طبعا النادي الاهلي بيغيب عنه في هذا اللقاء محسن رمضان، يعني ان شاء الله اقدر اقول لك برضو ان هو خلال شهر هيعود لفريق النادي الاهلي. ايضا عمر خالد كاستيلو يعني عنده مزق في العضله الضمه، يعني خلال 10 ايام هيعود مره اخرى لفريق النادي الاهلي. طبعا الفريق بيعود لي اللاعب عمر حجاج واحمد هشام سيسا، طبعا كلهم لعيبه مميزه جدا. وزي ما حضرتك قلت طبعا طاقم التحكيم النهارده، سواء طاقم التحكيم التونسي الكابتن سمير مخلوف والكابتن سمير كريشان، وهو يعني مجموعه من الاثنين حكام مميزين جدا من حكام النخبه في تونس، يعني سبق ليهم اضاءه، يعني كانوا حكموا في بطوله العالم للسيدات باليابان في 2019، وبطوله العالم للرجال في المانيا 2015، وبطوله العالم للرجال في قطر 2020، وبطوله العالم للرجال في مصر 2021. أنا موجود معاك يا كابتن خالد، لو في أي استفسار، أي تساؤل، نتكلم على قائمة الفريق لهذا اللقاء. قول لي دلوقتي، خلاص هم اللعيبة بدأت تروح للمباراة، بدأوا ينزلوا، بدأوا يحضروا نفسهم، خلاص كده توكلنا على الله؟ بالفعل يا كابتن خالد، بدا دلوقتي نزول اللاعبين، خلاص اللعيبه يعني خلاص بتتوجه الى الملعب، بيبدا نزول اللاعبين. خلال دقائق هيكون التحرك الى صاله الدكتور حسن مصطفى ان شاء الله يا رب. دعواتك يا كابتن خالد، ويعني يعني كنت عايز ابارك لك على عودتك من جديد لشاشه قناه النادي الاهلي، ان شاء الله يكون يوم سعيد، وشك حلو ان شاء الله، وتكون يوم مميز لفريق النادي الاهلي، ونبارك كلنا لبعض يعني ان شاء الله عقب نهايه اللقاء. نتمناها اهلاويه، نتمناها. بشكرك زميلي فاروق صلاح من فندق الاقامه، نتمناها اهلاويه ان شاء الله باذن الله، نتمنى التوفيق لفريق النادي الاهلي. انا بقول لكم النادي الاهلي النهارده مركز، وباذن الله هنستكمل
مسيرة انتصارات بإذن الله لفريق كرة اليد وفرق النادي الأهلي جميعا.